هرجع للرأي الاستشاري يا استاذ عصام. في الرأي الاستشاري يا ترى احنا لاحظنا البعض ظن انه ال 52 دولة دول رايحين لان كلهم ضد الاحتلال الاسرائيلي او ليسوا مؤيدين لاسرائيل، بس احنا فوجئنا لا، ده هناك دول صحيح حليفة، يعني الولايات المتحدة الامريكية، خمس دول اعضاء مجلس الامن نعم كانوا موجودين. نعم. وجود الدول ده طوعي ولا الجمعية العامة بتقول له فلان روح او الدولة فلان تروح او ما تروحش؟ لا هو طوعي. طبعا الدول تقبل او لا تقبل، حق السيادي ان تظهر تقدم رايها في هذا الموضوع، ولكن انا اعتقد انه هو جزء من حاله الاستقطاب القائمه وحاله ما هو يعني بعض الدول الاوروبيه، ما ذكر السيد بوريل يعني منسق الشؤون الخارجيه الاوروبيه بانه الاتحاد الاوروبي كل دوله على الاطلاق توافقت على الطلب او الدعوه لوقف اطلاق النار وان كان مؤقت، بمعنى الهدنه الانسانيه، وقف اطلاق نار انساني. دوله واحده في الاتحاد الاوروبي عقد ذلك، وبالمناسبة هي متداخلة، سوف تتداخل أمام المحكمة. دولة واحدة تقف في جهة وكل دول الاتحاد الأوروبي 26 دولة أخرى في الجانب الآخر نعم. وكذلك الحال هناك من هم ملكيون أكثر من الملك. الآن نحن أمام لحظة حقيقة، لأن العالم يدرك بأنه ما تقوم به إسرائيل هي جرائم خطيرة. يعني الرأي العام الدولي أصبح لم تعد الصورة محتكرة، الصورة يعني هي في ملك الجميع، وما يحدث الجميع لديه قدرة على الوصول إليه، ولكن لا زالت بعض الدول. أنا أعتقد أن هناك ما هو أبعد من موضوع تشابك مصالح، وفيما يتعلق بدولة الاحتلال هي هناك من الأنظمة ما أسست على 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 الإبادة الجماعية. صحيح. هي منشأة. صحيح. يعني وبالتالي صحيح. إسرائيل هي تعيد نفس قصة النجاح التي قامت بها بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المندوب الأمريكي قال إيه دول المحكمة؟ نعم المندوب الأمريكي نعم قال إيه في مرافقة؟ هو حاول الدفع بأنه يعني كالعادة الموضوع ليس قانونيا بل موضوع سياسي، ويعني نحن سائرون في اتجاه التوصل ل يعني محاولة الاقتراب من هدنة، وبالتالي هو وضعها في سياق سياسي وليس في سياق قانوني. والقضية الأساسية هي ليس موضوع الحرب القائمة الآن في غزة، بل موضوع التايتل، موضوع المركز القانوني. إسرائيل ليست دولة تتنازع على أراضي، بالرغم من أنه منذ العام 67 إسرائيل تصر على أن هذه ليست أراضي محتلة وأن السكان ليسوا مدنيين، وتقدم في ذلك عدد من الحجج الواهية وأحيانا السخيفة قانونية، ولكن it's a matter of argument، يعني فقط تقديم رؤية. من بينها أن إسرائيل احتلت الأراضي ليس من أصحابها السياديين الشرعيين، كلا مصر والأردن لم تكون حاكمين سياديين على غزة والضفة، على غزة والضفة. وبالتالي نعم. وكأن تطبيق الاتفاقية مرتبط بجهة الإدارة. بالضبط بجهة الإدارة، وهذا كلام غير لا يستقيم العقل، لأنه الأصل في الاتفاقية هي حماية ضحايا النزاعات المسلحة، حماية المدنيين، ولا علاقة لها بمن يدير تلك الأراضي هنا ولا في غواتيمالا ولا في أي مكان آخر. وثانيا لأنها تدعي أنها ورثت التاج البريطاني في العام 45 يعني منذ خروج الجيش بريطانيا من فلسطين، وأن من يرث الجزء له حق في الدعم ورثة الكل، يعني انتداب على كل فلسطين. بالضبط، يعني انه لماذا يجب ان نمنع او نسد الطريق امام انفسنا بقبول انه هذه اراضي محتله، بالرغم والقضيه الاخرى انها احتلت الاراضي في حرب دفاعيه وليس في حرب هجوميه، بمعنى انها كانت تدافع عن نفسها. وهذا لا يستقيم العقل، لانه حرب ما حدث في 67 هو حرب عدوانيه بكل معنى صحيح. الكلمه صحيح. واستولت على الاراضي بالقوه وقامت بتغيير معالمها على النحو الذي تم. وبالتالي هنا يرفضون تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني أو الاعتراف بأنها أراضي محتلة، وثانيا أنها تدعي أنها تطبق الجانب الإنساني من اتفاقيات برمتها إنسانية، تطبق ما يسمى بالدي فاكتو ابلكيشن اللي هو التطبيق الإنساني، وهو كلام يعني كيف يمكن تفسير التهجير والاستيلاء على الأراضي والتقتيل والنفي والاعتقال وما إلى ذلك. صحيح. هي كلها جرائم لا تستقيم وما يدعيه. وبالمناسبة محكمة العدل العليا الإسرائيلية هي لطالما وفرت الغطاء القانوني لما يرتكب من جرائم ورفض الحجية بأنه هذه أراضي محتلة. العالم كله يصطف باعتبار الأراضي الفلسطينية أراضي محتلة وبأن السكان المدنيين محميون. هل يوجد دولة واحدة في العالم لا تقر بأنها محتلة؟ نعم. على إسرائيل؟ يعني الجميع يقر الولايات المتحدة الأمريكية؟ الجميع يقر بذلك، حتى بما في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاستيطان ترى بأنها غير شرعية، وبأن الأراضي الآن تسوية هذا النزاع باعتباره نزاع، وإن كان أنا أرى فيه أنه هو يعني علاقة بين قوة احتلال وشعب تحت الاحتلال، ليس نزاعا. نعم. نزاعا يفترض أن هناك قوتين متكافئتين بالضبط تتحاربان يعني، ولكن في هذه الحالة هناك من احتل وهناك شعب تحت احتلال. حتى الاستيطان
والمستوطنات ما في الولايات المتحدة الأمريكية، ترى فيه أنه غير قانوني وغير شرعي، ولكن التعامل مع وضع حد لذلك مختلف عن باقي العالم، بمعنى أنه تطبيق قواعد القانون الدولي هنا، تطبيق ما استقر عليه ضمير وعمل جماعة العلم المتحضر بأنه لم يعد مقبول الاستيلاء على الأراضي الغير بالقوة، لم يعد مقبول الاستيطان، لم يعد مقبول التقتيل في المدنيين، لم يعد مقبول أبدا الإبادة الجماعية. وحلها هو في نهاية الأمر جذره هو في نهاية الأمر قانون. من أجل ذلك يعني الربط بين العدالة والسلام هي قضية أصبحت أكثر من 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 ضرورية وملحة، ومنطق التجريب لطالما كان مكلفا للجميع بما في الفلسطينيين. يعني تجريب إدارة، تجريب يعني إقامة حكومات تحت الاحتلال طالما لم تكن مؤقتة أصبحت مزمنة كما صحيح. هو كما صحيح. هو قائم، وبالتالي أصبح لذلك كلفة كبيرة جدا. والإسرائيليين يعني في خلال الثلاث عقود الأخيرة كانوا في صراع محموم مع الزمن لخلق حقائق يبدو أنه لا رجعة عنها، يعني حقائق على الأرض، الاستيطان والتوسع، وبالتالي التعامل مع حقائق على أرض الواقع لتسوية النزاع. يعني يجب أخذ بعين الاعتبار حقائق الواقع بأنه هناك مستوطنات وهناك مستوطنين، وبالتالي على الفلسطينيين أن يتنازلوا. ولكن العالم الآن ومن خلال هذا الرأي الاستشاري يؤكد على أن الأراضي الفلسطينية هي أراضي محتلة، وأن ما تم خلال هذه السنوات منذ العام 67 إلى يومنا هذا كأنه لم يكن وغير شرعي ولا يمكن التسليم به، سواء الاستيطان أو تفتيت وحدة الأراضي وغيرها من القضايا. العلاقة، وده سؤالي قبل الأخير، عن السؤال الأخير في الآن، العلاقة بين القضية الدعوة والرأي الاستشاري يا ترى بيأثروا على بعضهم داخل مبنى المحكمة؟ دون أدنى شك فيما هو قائم. يعني استمعنا إلى المداخلات، أنا أذكر هنا بمداخلة دولة فلسطين ومداخلة مصر. بدأوا من الأمر الواقع، جوهر الخطاب كان قائم على الربط بين قضية الإبادة الجماعية وما يحدث الآن. وإن كانت يعني الرأي الاستشاري قدم وحول في ديسمبر 2022، أي منذ ما يزيد عن عام ونيف، ولكن ما يحدث الآن هو يدفع الجميع بالضرورة إلى القبض على هذه القضية لتظهير السردية الفلسطينية والعربية، والتأكيد على لا قانونية ما يحدث وضرورة تدخل العالم لوضع حد لما يرتكب من جريمة الآن، ليس فقط فيما يتعلق بموضوع الحق في تقرير المصير، وإن كان القضايا مرتبطة، ولكن نعم دون أدنى شك هناك ارتباط. وهذا نوع من التصادف بأنه يعني الرأي الاستشاري الآن في عين العاصفة في وقت ترتكب فيه هذه الإبادة الجماعية، وأنا أعتقد أنها فرصة أخرى لتظهير غياب العدالة وتظهير الإجرام الإسرائيلي، ولتظهير أن إسرائيل تعبت عبث خطير بالمركز القانوني للأراضي الفلسطينية، وبالتالي في ذلك تهديد خطير للأمن والسلم الدولي. لا، سؤالي برضو للأمن الأخير، ارتباط العدالة، قلت هل القضاة 15 بالإضافة في الدعوة اللي هو 15 زائد 2 اللي هم الدولتين يعني في حالة وجود نزاع بين دول أفريقيا أو في الرأي الاستشاري 15، القضاة دول بيكونوا عقيدتهم في الحكم أو الاستشارة من واقع أشخاصهم وخبرتهم ولا من واقع دولهم؟ يعني عندما التاريخ بيقول إيه؟ نعم، يعني عندما يعين القاضي افتراضا، عندما يعين هو يعين يرشح من قبل دولة، ولكنه يكون مستقل تماما. يعني في كثير من القضايا هناك قضاء في قضية الإبادة الجماعية على سبيل المثال، ما قدم من الإجراءات التدابير الإجرائية الواجبة التنفيذ بقرار المحكمة من قبل الأعضاء، القضاء في قاضي ألماني وقاضي أمريكي وغيرهم من القضاء خالفوا حكوماتهم في 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 فيما اتخذوا من قرارات، وبالتالي القاضي يعمل بشكل مستقر، لا سلطان عليه الا ضميره. ونحن نتحدث عن قضاة ذوي خبره واسعه في القانون الدولي وفي ويختمون حياتهم بالضبط هي كذلك، وبالتالي نحن نعتقد ونجزم بانه المحكمه، ولا زلنا لدينا كامل الثقه في المحكمه انها مستقله. بالمقابل دوله الاحتلال قبل ان تبدا المحكمه إجراءاتها، سواء الرأي الاستشاري أو المحكمة أو حتى المحكمة الجنائية الدولية، نعم، قبل التقدم لها بطلب أو إحالة الملف هي تطعن في ذلك، تدعى أنها محاكم غير سامية أنتسيماتيك، وهي دورها يقوم على تقويض دولة الاحتلال، وبالتالي هي ترفض، نعم، فكرة الذهاب للمحكمة، لأنه لا يمكن لمن هو سوبيرير يدعي بأنه استعلائي وكولونيالي وعنصري أن يقبل بأي جهة تحاسبه بما هو أقل من محكمة حتى. صح، يعني صح، عدم السماح لفرق التحقيق، عدم السماح للمقرر الخاص بزيارة الأراضي المحتلة هو محصن. صح، صح، وبالتالي من هو الملوم؟ الضحية دائما، لأنه تواجد في المكان والزمان الخطأ في قطاع غزة على سبيل المثال. الفلسطينيون
هم يتحملوا مسؤولية دمهم، يعني ليس هناك فجور أكبر من ذلك. نعم. وبالتالي أنا أعتقد أنه الآن المحكمة تضع هذه الأمور مرة أخرى أمام العالم في سردية يعاد إنتاجها مرة أخرى، على أن هناك ضحية وهناك مجرم وهناك من يقوم بإبادة جماعية وهناك من يدفع ثمن لذلك. والمشهد القائم الآن مشهد يعزز من طلب الرأي الاستشاري، لأنه لم يعد إلا الآن. وأعتقد أنه هذه الرسالة كانت واضحة في القرار ثم في المداخلات التي تقدمت، وأذكر هنا بمداخلة كثير من الدول بما فيها فلسطين ومصر، بأنه الآن الكرة في ملعب المجتمع الدولي، عليهم التدخل فورا لوضع حد لما يرتكب من 57 عام من إنكار حقوق أساسية. أعتقد أنه العالم الآن وجب عليه التدخل، إذا لم يتحرك من خلال الأجسام السياسية مجلس الأمن والجمعية العامة، على الأقل تكون هناك وثيقة قانونية واجبة التنفيذ تلزم العالم والأطراف المختلفة على القيام بدور ما في هذا الشأن. مرة أخرى الوقت هنا يحسب بشكل مختلف عما كان عليه سابقا. بمناسبة الوقت، سؤال الأخير هو سؤال عملي، نقل من المحكمة إلى الأرض. نشهد الآن ما يطرح في إسرائيل من سيناريوهات لشهر رمضان والمسجد الأقصى والقدس والضفة وفلسطين الداخل أيضا. نعم. يبدو أنهم على يعني حافة بركان. حضرتك ترى الموقف واقعيا إيه لو اتخذت الإجراءات اللي هي الدخول فوق سن 70 وعدم السماح، يعني كل الإجراءات التحسفية، الموقف الحقيقي ممكن يتطور إلى إيه؟ أنا أعتقد أننا مقبلون على ما هو كارثي بكل المقاييس. دولة الاحتلال أعلنت تحللها من كل القواعد الأخلاقية والقانونية والسياسية وتذهب أبعد مما يتخيل الجميع. سبب ذلك ولماذا يتكرر المشهد مرة أخرى في ظل حكومة بالغة التطرف في دولة الاحتلال، أن المجتمع الدولي حتى هذه اللحظة لم يتحرك ولو خطوة باتجاه وضع حد لما يرتكب من جرائم. هي قضية المحاسبة، لأنه في غياب من يأمن العقاب يسيء الأدب. صحيح. ودولة صحيح. الاحتلال أساءت الأدب كثيرا وسوف تسيء الأدب كثيرا، لأن يعني تشعر بأنها فوق القانون، بأن لديها ضوء أخضر على الأقل. يعني الآن نحن نتحدث عن 5 شهور من تقتيل أطفال ومدنيين وتدمير بنية تحتية، انهيار في كل القطاعات، والآن يتم التلويح بدخول رفح اللي هي المنطقة التي دفع إليها كل السكان 1,400,000 نسمة. وبالتالي المشهد يتكرر، وأعتقد أن إسرائيل الآن تقوم بما هو أخطر يعني فيما يتخذ من إجراءات، وسواء في شهر رمضان سابق ولاحق على شهر رمضان، ولكن هو استمرار لمسلسل التقتيل والإبادة الجماعية. هو جزء من يعني من تدمير الكيانية، تدمير الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدينية. الحق في 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 التدين والتعبير عنه والصلاة وما إلى ذلك هي حقوق أساسية، لم يعد يعني العالم المتحضر يقبل بأقل من حق الناس في الاعتناق. احنا على عتاب يعني يمكن للمرة الأولى خلال كل السنوات السابقة من التحام انتفاضة جديدة بحرب قائمة. نعم، أنا أعتقد أنه مفتوح على كل الاحتمالات، وهذا عبث خطير جدا بدأ ولم ينتهي، طالما أن دولة الاحتلال لم تعرض إلى حد أدنى من المساءلة. وبالتالي هي سوف تنقل الصراع إلى مراحل بالغة الخطورة. هناك خطر حقيقي على الضفة، لما نتحدث عن الضفة الآن، الضفة عدد الذين قتلوا واستشهدوا منذ بداية العدوان على غزة إلى يومنا هذا، يعني اليد على الزناد، تطلق النار على المدنيين. صحيح. وما يحدث في الأقصى بشكل يومي من اقتحامات وتهديد حقيقي للمسجد كمبنى على مرأى ومسمع من العالم. صحيح. ويتكرر المشهد، ونعتقد أننا قادمون على مرحلة هي ستكون أيضا بالغة الخطورة وذات أبعاد لا يحمد عقباها. إن شاء الله يعني يكون يعني التوفيق هو حليفنا، حليف الشعب الفلسطيني الشقيق وحليف الأمة. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا لك أستاذ عصام يوسف، مركز الميزان لحقوق الإنسان في غزة. شكرا. والمفوض العام السابق للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين. شاكر فضلك على تعريفنا بكل ذلك. مشاهدينا الكرام، خلصنا فقرتنا دي، نخرج فاصل ونرجع إلى فقرتنا الأخيرة، ويعني عنوانها بسيط: من هو بنيامين نتنياهو الحقيقي؟ نرجع مع ضيوفنا ونفهم.